وصلنا إلى البريكيال أرتري المين أرتيريال سبلاي أوف ذا أبر ليمب. البريكيال أرتري كأي أرتري في جسم الإنسان أو نيرف أو فين أو دكت لابد من أربع نقاط نتكلم عليها، هي البيجينينج والكورس أند ريليشنز، بعد كده الإند أو التيرمينيشن، ثم النقطة الرابعة اللي هي كانت البرانجز. الخريطة بتاعتنا شملت الهيومروس ثم ارتكوليشن بتاعها من تحت مع الريدياس لاترالي ومع الالنا ميديالي. هنا بعض من عضلات الفرونت اوف ذا ارم، ادي البايسبس وقطعنا البايسبس من هنا علشان نبين اللي تحتها. مين اللي كان اللي تحت البايسبس؟ كان تحتها البراكيلز من تحت وكان جنبها الكوراكوبراكيلز من فوق، ادي الكوراكوبراكيلز وادي البراكيلز. طيب ده كان اللاترال كورد اوف بريكيال بليكسس، واللاترال كورد كان بيديني اللاترال رود اللي كان بيتحد مع الميديال رود اللي كان طالع من الميديال كورد. بالتاكيد يبقى انا لازم قصدي هنا ارسم الميديال نيرف اللي انا الطفل المدلل اللي انا رسمته من شويه. ليه رسمت الميديال نيرف؟ لان الارتري بتاع اللي كان اسمه بريكيال ارتري ذو علاقه وثيقه بهذا النيرف. تعالوا نشوف الارتري بتاعنا. الارتري بتاعنا اللي هو البريكيال ارتري ده كان الالنر نيرف اللي هو كان امتداد الميديال كورد اللي كان الطفل اليتيم اللي كان عايش في طفولته على هامش سطح الحياه، كان سوبرفيشال في الابر هاف او ذا ار، بعد كده بقى ديب. الارتري بتاعنا اللي اسمه البريكيال ارتري ده كان الكونتينيويشن اوف ذا اكزيلري ارتري. فين؟ في هذه المنطقه بالظبط، المنطقة ديت اللي تمثل اللور بوردر اوف تيريز ميجور، حيثما انتهى الاكزيلري ارتري وكمل بقى اسمه بريكيال ارتري. الكورس بتاع البريكيال ارتري في منطقة الابر بارت او الابر هاف اوف ذا ارم كان قاعد على الميديال سايد اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس. كويس، كان بيعمل كروسنج للكوراكوبراكيالز حتى يصل الى ديب، يمشي ديب للميديال ايدج اوف ذا بايسبس براكياي. كويس، وصل هنا للنقطه ديت، نقطه الانسيرشن اوف كوراكوبراكيالس، نقطه الميدل اوف ذا ميديال سايد اوف ذا شافت اوف هيومرس. هيغير اتجاهه، بدل ما كان قاعد ميديال للبون اللي هي الهيومرس هيمشي انتيريور، هيعمل يمشي يلف نفسه ويطلع يمشي انتيريور. هيمشي انتيريور للبون، بس ما ينفعش ارتري يمشي على بون، فهيمشي على مين؟ على البراكيالز اللي هتفصله عن البون بينها وبين البايسبس براكياي. فعشان كده في اللور هاف اوف ذا ارم هيمشي على الفرونت اوف هيومرس، بس فرونت اوف مين بقى؟ فرونت اوف براكيالز اللي مش لازقه في الهيومرس بينها وبين البايسبس، يبقى البايسبس قدامه والبراكيالز وراه والبراكيالز تفصله عن الشافت اوف هيومرس. الاند عند مستوى النيك اوف ريدياس بيتفرع لفرعين اتنين، لاترالي هو الريديال ارتري وميديالي هو الالنر ارتري. كويس، تعالوا نشوف الريليشنز المهمه، بعض من الريليشنز اللي تهمني، مش هقول كل حاجه، هقول في الابر هاف اوف ذا ارم كان قاعد ميديال للبون، في اللور هاف قاعد انتيريور للبون. كويس، يبقى انا اقسم الريليشنز لثلاث اقسام، ريليشنز للبونز وريليشن للماسلز وريليشن للنيرفز. ريليشن للبونز هنقول على الميديال سايد اوف هيومرس في الابر ار، وفي اللور هاف كان قاعد انتيريور للهيومرس، ادي واحد. طب بالنسبه للماسلز كان ماشي عمل كروسنج للكوراكوبراكيالز ومشي في الابر هاف، وفي اللور هاف مشي بين مين؟ مشي بين البايسبس من قدام وبين البراكيالز منين؟ وبين البراكيالز من الخلف. كويس، بالنسبه للنيرفز الميديا الالنر نيرف قاعد على الميديال سايد بتاعه في الابر هاف، وفي اللور هاف هيختفي. طب الميديال نيرف هي العلاقه المهمه، الميديال نيرف في الابر هاف كان قاعد لاترالي اهو لاترال، في الميدل بارت كان قاعد انتيريور، في اللور بارت اوف ذا ارم كان قاعد ميديال. دي اسمها العلاقه الثلاثيه او التريبل ريليشنز between the median nerve and the brachial artery. في الأبر half of the arm كان lateral، في الميدل of the arm anterior، في اللور part of the arm كان medial. طيب
بعد كده تعالوا نشوف النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي البرانشز اوف ذا بريكيال ارتري، برانشز اللي خارجة منه. الهيومرس والريدس والأن، المنظر ده انتيريور. ليه كان انتيريور؟ ده ظهر هنا اتنين فوسي همت من الاتنين فوسي دول، الكورونويد والريديال فوسة دول من تحت، ومن فوق في بسيبتا الجروف. بسيبتا الجروف في حد عفوا البسيبتا الجروف ايوه كان دليل على ان ده انتيريور فيو. ليه؟ انه قاعد بتوين ذا ليسر تيبروستي والجريتر تيبروستي. ادي هنا التيريس ميجور اللي كانت ماسكه في الميديا ليب او بسيبتا الجروف كويس، وكان دي اللونج هيد اوف ذا ترايسبس كويس. هنا الارتري بتاعنا اللي اسمه الاكزيلري ارتري اللي انتهى هنا وبقى اسمه البريكال ارتري، كان ميديال بعد كده هيمشي انتيريور كويس. عمل ايه بقى؟ اول ارتري كبير هيخرج منه اسمه البروفاندا بريكي اي ارتري. هو الاول الاثنين ترمينال برانشز اللي احنا قلناهم في الشريحه اللي فاتت، الريديال ارتري هو انتهى عند الليفل اوف نيك اوف ريدياس، بانه اتفرع الى الريديال ارتري لاترالي والنر ارتري ميديلي. طيب من هنا بقى الارتري الكبير اللي خارج منه اسمه ايه؟ اسمه بروفاندا بريكي اي ارتري. بروفاندا يعني ديب، بريكياي يعني هيومرس، يعني الارتري اللي قاعد ديب للهيومرس. شوفوا طالع معايا ازاي، هرسمه مره ثانيه، راقبوا معايا طالع منين. ده طالع من البوستيريو ميديال سايد او اسبيكت اوف ذا بريكيال. طب ومشي فين؟ دخل في اللور ترانجولار سبيس ومشي في السبايرال جروف عشان يصل للباك، مستقر على اللاترال سايد اوف ذا هيومرس كويس. الارتري ده هيغذي الدبس اوف ذا ابر ارم. الدبس يعني ايه؟ يعني العظم وملحقاته من ماسلز. فهني دي اول ارتري طالع منه اسمه اسندنج برانش. هذا الاسندنج برانش طالع من البروفاندا بريكياي وبيشارك في الانستموزس اللي عند السيرجيكال نيك من ورا. الارتري الثاني هيغذي الشافت بتاع الهيومرس اسمه نيوتريانت ارتري، يبقى ده الاسندنج وده نيوتريانت ارتري كويس. الارتري الثالث بعد كده اسمه انتيريور ديسندنج، سموه انتيريور لانه ماشي قدام فرونت اوف شيء. مين هو الشيء ده؟ هو اللاترال ايبيكوندايل، فسموه انتيريور ديسندنج، ماشي قدام الايه؟ اللاترال، وبيشارك في الانستوموزس حوالين الالبو عند اللاترال سايد. الارتري الثاني اسمه بوستيريور ديسندنج، ماشي ورا الباك اوف ميديال اللاترال ايبيكوندايل، ويساهم ايضا في الانستوموزس اللي حوالين الالبو كويس. هذه البرانشز الخمسه اللي كانت الاربعه اللي كانت خارجه منين؟ من البروفاندا بريكياي ارتري. يبقى البرانشز تاني اتنين تيرمينال برانشز ريديال والنر، ثم الثالث اللي هو مين؟ اللي هو البروفاندا اللي اداني اربع برانشز، اسندنج ونيوتريانت انتيريور ديسندنج وبوستيريور ديسندنج. دول على اللاترال سايد. على الميديال سايد هيطلع من البريكال نفسه تو ارتريز، واحد اسمه سوبيريور النر كولاترال. سوبيريور يعني من فوق، النر على الميديال سايد، كولاترال المصاحب للالنر نيرف. يبقى هنا الارتري المصاحب للالنر نيرف بس العلوي لانه طالع من فوق، ده هيمشي زيه زي الالنر نيرف بالظبط. مش الالنر نيرف ده اللي كان ماشي ورا الميديال ايبيكوندايل، فهنجد السوبيريور النر كولاترال يمشي من ورا الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس ويشارك في الانستموزس اراوند ذا البو بس من عند الميديال سايد. طب في واحد تاني اسمه انفيريور النر كولاترال، ده زيه زي مين؟ ده زيه زي السوبيريور بس الليفل بتاعه تحت شويه، يبقى رايزز بلو ذا ليفل اوف اوريجين اوف ذا سوبيريور النر كولاترال، وبيتفرع لفرعين اتنين، انتيريور برانش وبوستيريور برانش. الانتيريور برانش يمشي قدام الميديال ايبيكوندايل، والبوستيريور برانش اهو هيمشي ورا الميديال ايبيكوندايل ويساهموا كلهم في الانستموزس اراوند ذا البو. كده يبقى خلصنا الايه؟ البريكيال ارتري بالاربع نقاط بتاعته، ونيجي على الاريا الفاصله بتوين ذا ابر ارم اند فور ارم اللي هي منطقه الالبو، في منطقه الالبو اللي اسمها الكيوبيتال فوسا. الكيوبيتال فوسا اي اريا في جسم الانسان لما احب اتكلم عليها هناك ست نقاط اساسيه، نم بحرف الاس سايت وشيب، اتنين عكس بعض على محور رأسي اللي هو روف وفلور،
اتنين عكس بعض على محور افقي boundaries و contents. ادي ست نقاط. تعالوا نشوف الخريطة ديت. دي اللور اند اوف ذا هيومرس، ده anterior view. ليه قلت عليه anterior view؟ لان عندي اتنين فوسي في اللور اند، واحدة ميديال واحدة لاترال. ميديال فوق التروكليا ولاترال فوق الكابيتولا، يبقى هنا ديت الريديوس وديت الالم. دي الميديال ايبيكوندايل ودي اللاترال ايبيكوندايل. هاخد بينهم خط تخيلي كده، ادي ايميجينري لاين بين الميدي بين التو ايبيكوندايلز اوف ذا هيومرس. ادي الميديال ايبيكوندايل وادي عندي من هنا اللاترال ايبيكوندايل. كويس. كان في احدى العضلات اللي بتشكل السوبرفيشال جروب اوف ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم اسمها البرونيتور تيرز، كانت خارجه لها هيد خارجه من الميديال ايبيكوندايل، وكانت في عندي عضله ثانيه على اللاترال سايد كان خارجه من اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج. نلاحظ حاجه، نلاحظ العضله دي اسمها بريكيوريدياليس اللي كان الريديال نيرف طص فيها وبيعمل حادثته في المنطقه ديت. يبقى دلوقتي في هنا مثلث في صوره حفره مثلثه، هذه الحفره المثلثه تقع ان فرونت اوف البو اسمها الكيوبيتال فوسا. تعال نتكلم على الست نقاط. هنقول تريانجولار شيبد ديبريشن، كويس، ادي الشيب لايز ات ذا فرونت اوف البو جوينت، ادي السايد، يبقى الشيب والسايد. تعالوا نتكلم على الباوندرز بتاعتها. باوندد ميديالي باي ذا برونيتور تيرس، باوندد لاترالي باي ذا بريكوريدياليس. البيز بتاعت هذا المثلث هو imaginary لاين يصل بين ذا ميديال ايبيكوندايل اند لاترال ايبيكوندايل. ادي كده جبت مين؟ جبت الباوندريز بتاعتها. طيب الروف والفلور، الروف بتاعها كروف اي اريا في جسم الانسان اربع حاجات: سكين، سوبرفيشال فاشيا بمحتوياتها من نيرفس وفيزلز، تمام، ودي فاشيا والمسلز الموجوده. في السوبرفيشال فاشيا هنا كان في فيزلز سوبرفيشال معديه اسمها كيوتينياس فيزلز او سوبرفيشال فيزلز، دي كانت بتشكل جزء من الروف اوف ذا كيوبيتال فوسا، وهنخلي قصتها الطويله دي بعدين. طيب نيجي بعد كده الكونتينس اوف ذا كيوبيتال فوسا. لاحظوا معايا كده، مش دي البراكاليس؟ وكانت دي البايسبس، البراكاليس اللي حطت الانسيرشن بتاعها في الالنر ديبروستي، والبايسبس اللي كان الانسيرشن بتاعها جزء منه تندينس في الريديال ديبروستي وجزء منه ابينوروسز مع الديب فاشيا. كويس، الكلام ده عارفينه. دولت دي كانت بتشكل الفلور اوف مين؟ فلور اوف ذا بايس، الفلور اوف ذا كيوبيتال فوس. الفلور اوف ذا كيوبيتال فوس كانت بتعمله عضلتين اتنين، البريكاليز ميديلي وعضلة تانية هنا اسمها السوبينيتور اللي هنحكي عليها بعدين لاترالي. الكونتنتس اوف ذا كيوبيتال فوسا كانت في عندي أربعة ستراكشرز هومين. ده كان أولا البريكال أرتر اللي كانت فرع لفرعين، الريديال والميدي والألنر. نتذكر مع بعضنا كان في هنا نيرف جاي من اللاترال سايد اللي عمل حادثة، ده الريديال نيرف. الحادثة بتاعته اللي لما اصطدم بين البريكاليز وبين البريكوريدياليز، يبقى نيرف من هنا، وكان في نيرف من الناحيه الثانيه اسمه ميديال نيرف. بالظبط، الميديال نيرف موست ميديال والريديال نيرف موست لاترال. البريكيال ارتري والتو برانشز بتاعته والبايسبتال ابينروسز كانوا بيشكلوا الكونتنتس اوف ذا كيوبيتال فوسا. يبقى كيوبيتال فوسا كان فيها اتنين نيرفز بيحرسوها، واحد موست ميديال هو الميديان، واحد موست لاترال هو الريديال، ثم في ارتري بالتو برانشز بتاعته هو البريكال، والتو برانشز بتاعته كان الالنر والريديال، ثم في بايسبتال ابون روزز. ادي كانت الكونتنتس اوف ذا كيوبيتال فوسا.